هناك هذا الأسبوع أمر عظيم أو حدث عظيم لا يمكن تجاوزه، لا بد أن نقف عنده. عظيم بالنسبة للمسلمين جميعا، أثلج صدورهم وأفرح قلوبهم وأغاظ قلوب أعدائهم وقلوب ذيولهم، ذيول الأعداء وعملائهم في بلادنا وفي غير بلادنا. وهذا الحدث وفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية في تركيا، فهنيئا له بهذا الفوز، ونحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، ونثني عليه بما هو أهله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعزه بالإسلام ويعز الإسلام به ويجعله نصرة، أو يجعله دائما نصرة للمستضعفين والمظلومين والمقهورين في بلاد المسلمين، ويجازي الشعب التركي خيرا على توفيقه في حسن اختياره. وهذه الفرحة في الحقيقة ليست خاصة بالشعب التركي العظيم وهو أهل لذلك بأن يفرح، بل بالمسلمين جميعا، وبخاصة من هم مظلومون ومقهورون ومهجرون ومخرجون من ديارهم قهرا تحت سياط ظلم الظالمين ومخابراتهم ومعتقلاتهم، ويطاردون من الحكام الظلمة في بلاد العرب للأسف، في سوريا وفي مصر وفي السعودية وفي اليمن وفي كل البلاد العربية تقريبا، لم يجد هؤلاء المظلومون والمستضعفون لم يجدوا ملجأ ولا ملاذا ولا مأوى يؤويهم من سياط مخابرات والحكام الظلام، لم يجدوا مأوى لهم إلا في بلاد تركيا المسلمة. وكان خصوم الرئيس أردوغان في الحملة الانتخابية يتوعدونهم بأن يرموهم في البحر، يرموهم إلى أعدائهم ويجعلوهم فريسة لهم بالقتل والسجن والتعذيب، وما أدراك ما هي سجون هؤلاء الظلمة في سوريا وفي غيرها. وكانت على رأس دعاياتهم الانتخابية دعايات الظلام الذين ينافسون الرئيس التركي على حكم تركيا، كان على رأس دعايتهم الانتخابية أنهم سيتخلصون من كل الملتجئين إليهم من المظلومين. تصور يعني إلى أي حد تبلو قسوة السياسة وقسوة العلمانية، لا رحمة في قلوب هؤلاء، لكن الشعب التركي جرب العلمانية وجرب ضراوتها وقسوتها وما أوصلته إليه من الفقر وانتهاك المقدسات والثوابت وكذا، ولذلك كان في الموعد وحسم أمره، ويعني كانت كلمته واضحة في اختيار ما يجب عليه أن يختاره. فكانت المحنة كبيرة،
وكان الامتحان عسير على الشعب التركي في هذه الانتخابات، لأن أعداءه سواء كان في بلاد الغرب ولا في بلاد العرب كانوا يعني يضربون على الموضع الموجع في الشعوب وهو ورقة الاقتصاد. كل الانتخابات في الدنيا من يريد أن يعمل لنفسه دعاية ويضمن لنفسه النصر أقوى ورقة هي ورقة الاقتصاد، كلهم يتاجرون بها. وإذاك تسلطوا على الدولة التركية في السنوات الأربع الماضية هذه والخمسة بكل ما أوتوا من قوة لينالوا من اقتصادها، وحاصروا الليرة التركية، ويعني قيمتها فقدت قيمتها أضعافا مضاعفة. تصور يعني من أربع خمس سنوات كانت الليرة التركية بثمانية، الدولار الواحد بثمانية ولا بتسعة، صار اليوم ب21 ليرة الدولار الواحد. كانت علبة الحليب بليرتين ولا بثلاث ليرات، الآن أصبحت ب17 و18 ليرة. فهذا امتحان عسير للشعب التركي، لأنهم اختبروهم وامتحنوهم وخيروهم بين الثوابت وبين الدين وبين لقمة العيش ورغيف الخبز. لكن المسلم يعني يصبر على الجوع ولا يصبر على انتزاع دينه ولا يصبر على الظلم والقهر وامتهان الثوابت. وكذلك كل حر، كل حر يصبر على الفاقة ولكنه لا يصبر على أن تنتزع منه ثوابته وإرادته وحكم بلده. وهذا الذي فعله الشعب التركي هو درس أعطوه للناس، ينبغي لنا وللناس أن يستفيدوا منه، لأن الامتحانات دائما هكذا. أهل الحق وأهل الجهاد ومن هم على الطريق الصحيح دائما يضيق عليهم، تجد الرفاهية والعطاء والبذل والمساعدات لمن هم على الباطل ولا يبالون ولا ثوابت عندهم ويفعلون ما يريدون دون قيد ولا حد ولا شيء يردعهم. تجد الأموال يعني تغلق عليهم وتكون كثيرة، ومن هم على ثغر من ثغور الإسلام ولا الوطن ولا الدين ولا الحق تجدهم يضيق عليهم، يمتحنونهم بذلك ويختبرونهم.